السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في معنا هوني رينو ماستر، بعتقد في عنده عطل بالإيموبلايزر بعد ما فضيت البطارية معه، هي على الأخير حاول يذكرها ببطارية جديدة وعلقت معه الإيموبلايزر. هيدا الإيموبلايزر تبعيتها بدي نحط لها إيمولاتور، هيدا بيجي إيدت سي 15 سي 13، لحتى نشوف شو حيصير معنا وإن شاء الله خير. البلوس والمينوس أنا فحصتهم بالسيارة، والكامبوس فحصته كمان، لذلك اضطريت هلأ أنا عملنا إيمو أوف لنجرب. أنا فتحت هيدا هوني الغطا، وهون تفكه على قلب المهلك بكل حذر، يعني لأنه ملزق هوني ملزق هون وهون. ربع إن شاء الله. رقم الكمبيوتر هذا محطوط عندي 432 آخره، وهم محطوط كمان نفس الشيء 432. إذا بننزل شوي لهون، هيدا أكيد في كذا شركة، بس لحنا هلا بدنا البوش. هاي الخطوة رقم واحد، هون كله موضح إنه بهالقطعة لازم نلحم رقم 2 ورقم 6. أوكي، في عندك الخطوة هون بالبي اس اي، هذا كاتب انه بدك توصل وتشيل وتحط. انا ما حقرب على هدول نهائيا. في خطوة تانية هي في خط تبع اللامبوس، وبتقطعه وبتمدله كبل لجوا على السيارة، بتحط المفتاح بقلب السيارة وبتطفي اللامبوس، بعدين بتفتح الكونتاك وبتضوي اللامبوس وبتجرب الدوران. نعمل الخطوات هيدي. هو هون حاطط معلومات، وانا مخبى التشيب، في منهم القديم هون والجديد هون حد البروسيسور. ضروري جدا التشيب تقراه وتلغي هون، تحط له صفرين هون على هالخط، هذا صفورة وهون صفورة، مشان يرجع فيرجن. مثل ما حكينا هون الحامض، هيدي انه اي رينو رقم واحد ولا اثنين الاجدد، انا اللي عندي هو الجديد. هيك هيك بيقول لك هون في عندك هذا التشيب اللي هو بالإيمولاتور، شيله لبرا. تمام، هذه الخطوات اللي حنعملها ان شاء الله. في هون منعلمه مشان نشيله. فيك تستخدم الهواء السخن، بس انا احاول طلعه لهذا بالقصدير. اكيد بدي العوينات. بسم الله. عبي على هيدي كلها هون، هيدي الميلة وهيدي الميلة. حاول تسخن هيدي لين هون، بتلاقيه طلع معك، يعني ما بحاجة لهوا السخن. بعد شوية بتنظفها. نضفته لهذا، هذا هو التشيب. حط التشيب. انا بستعمل الكاربروب، فيك تستعمل اللي بدك اياه انت. هذا هو رقم التشيب اللي بدي اياه انا، هذا هو. نريد تمام. مثل ما حكينا هذا الخط هون بدنا نغيره هون على الصفوره.
تصيف هون بتحطوا صفرين وهون كمان صفرين، يعني هدول الخطين تغيروا صار يعني مثل هو فيرجن منه مسجل، وبتكتبوه على نكتبه هلا على التشيب عشان تعرف اذا هذا رينو واحد ولا رينو اثنين. بتلاقي هون الفين نمبر رقم الشي سي محطوط هون، هذا يعني رينو رقم اثنين مثل منه موضح بالبي دي اف. هونيك اول خطوة اللي احنا عملناها حطينا هون صفورة. الخطوة رقم اثنين قالك هون اذا بدك تعرف اذا كان هذا رينو رقم واحد ولا اثنين بيبين عليك الفين نمبر تبعيتها للسيارة بالاسكي هون، وكان مزبوط مبين معنا هون اصبح هذا رينو رقم اثنين. هلا خطوة رقم ثلاثة بدنا نشيل هذا الابروم ال 24C02 من الايمولاتور. رقم اثنين ورقم ستة موصلهم مع بعض، ومنشيل هذا التشيب كله سوا. تمام. ننظفهم. خطوة رقم ثلاثة أو أربعة من المشكلة، هلا من لحمون بالكمبيوتر ان شاء الله. من ليه عنا هون في موديلين هلا الخطوة هيدي التلحيم، في هذا الموديل وهذا الموديل. انا اللي عندي هون ميزته طلع معي انه ليك البرمي هون هذا ماله برمي وهذا ماله برمي، هون اصبح هذا وهذا التلحيم بده يكون هون. انا حلحمهم هلا ونكفي الفيديو ان شاء الله. ناخذ الاسود قصدي البارد هون عندك الاسود هون ابيض اللي هو كان هاي كان لو، في عنا الاحمر هون كهرباء البلوس. هذا كالاين ما قلنا عليه فيه هلا. التوصيلات هون حسب الخريطة ان شاء الله خير. سو هلا الخطوة هيدي التوصيلات، في عنا هذا موديل قديم اللي هو هون صورته، وهذا موديل اجدد اللي هون صورته. في منهم بيجي كامبوس هون وفي منهم بيجي كامبوس هون، بس انا هلا مالي علاقه بالكامبوس، انا علاقه بالتوصيل البلوس والمينوس. مثل ما انا شايفين هون انا وصلت هيدي نفس الطريقه، ثلاثة بارد واثنين بلوس حطيتهم هون ال 15 وهون ال 30 وهون ال 31 مثل ما انه موضح هون بالصوره. تمام. هلا بضوية انا للمكنه منلاقي انه اللمبة اخدت الايموبلايزر، لحد هلا كله تمام. علينا مثل ما حكينا هلا نركب بالسيارة ونشوف الخط اللي بدنا نقطعه. في خط هون للكامبوس بعتقد بدنا نقطع مع كبسة، وهلا بنشوف شو بنعمل.
في شغله هون بدنا ننتبه عليها ضروري. هو هون حاطط انه في كابل لازم ينقطع، هو اللي كان لو الابيض. بس انت بدك تعرف بالسياره تبعيتك الكان لو والكان هاي جايين من هالفيشه ولا من هالفيشه. هلا هون هن موصلينهم مع بعضهم هون وهون، يعني الكمبيوتر هذا قابل يعني او قابل ليكون للكابلات اللي من هون او الكابلات من هون. نوضح اكثر، اذا بنلاحظ هون حاطط هو كان هاي وكان لو هون، تمام. بس انا اللي بالسياره تبعيتي الكان هاي والكان لو بهالفيشه اللي هون. لذلك قبل ما تقطع انت شو ما كان مثل ما انه محطوط بالصوره، لازم تشوف انت الفيشه تبعتك الكان هاي والكان لو منين، من ها ولا من ها. يعني انا عندي هون كان هاي كان لو، واذا بنلاحظ هون كمان كان لو هو زيته، فهمت علي كيف؟ واذا بحطها هون بيعطيني 120-124 اوم. ان شاء الله تكون وضحت الفكره مشان ما تقص الكابل الغلط وتقول ما مشي الحال. المقصد هو هون حاطط انه قطع هذا الكابل، تمام. بس هذا الموديل، واذا بتلاحظ هو هون في الحام هذا الموديل الثاني حسب السياره تبعيتك. يعني انا اللي عندي بدي اقطع هذا المايلي، اوكي. يمكن ما اقطع، وانا يمكن اقطع الكابل من برا، خلي هون كل شيء اورجينال، شوف الانسب لالي شو بعمله. بس انا برايي انه ما اقطع من هون، اقطع من الكابل من برا. هلا بشوف شو بيصير التوصيلات. انا هلا حطهم هذا المنظر هيك، بس مني منهم مشدودين هدول، بس منظر مشان ما يدق بشي، تمام. هركب بالسياره ان شاء الله خير. مثل ما ملاحظين انا الكابل هذا هو قطعته تبع الكان لو، تمام. هلا بنشوف شو حيصير معنا، تمام. هلا انا وصلت مثل ما حكينا هدول الخطين لجوا، وهذا الاموبلايزر الخطين جايين ديركت لجوا. ما لقيت مفتاح، ما لقيت كبسه، حاول وصلهم هيك توصيلات. انا هلا هون وضعيه الوصل، تمام. نفصلها، نفتح كونتاك. هلا بنوصلها لل كان لو. بسم الله. تمام، مرة نجرب نفصلها، نفتح كونتاك. انا وقت عم حط الكمبوس هون عم يطلع معي الستوب تبع الموتير. هدول اللمبات هلا بلغيهم، منا مشكلة، المهم السيارة بارد.
شيء كمان. أنا بشوف شو بعمل بالوصلة وبكتب الفيديو إن شاء الله. كم مرة؟ يعني المفتاح بيكون معك بالجيبة بعد ما بتفتح السيارة، تمام؟ بيكون بهالوضعية هايدي. تيجي بتحط المفتاح، بس حط بيقرأ المعلومات هوني بالرينج على ما أعتقد، هي وهيك بهالطريقة بتطفي الكبسة، السويتش بتطفي وبتفتح الكونتاكت ديركت. بتكون انت دويت، وهلا انا ما عندي كبسة، المشكلة بتدور السيارة. ان شاء الله تكون وصلت الفكرة. غير هيك ما عندي طريقة، هيدي الطريقة الأخيرة اللي عندي. انا هلا حمدلها كبلات لهون واجعملها سويتش وفهمه لزبون كيف بيدورها او بيشتري هو طعم دوران. ارجو ان ينال الاعجاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.